حضرات المستمعين الأكارم، أهلا بكم في طيران شهر رمضان الكريم. هذه الطائرة تعود لكم من جديد وتصل في السنة مرة. رقم الرحلة 1440 هجرية، والمتوجهة إلى مغفرة الله ورضوانه. مسافة الرحلة من 29 إلى 30 يوما، ومدة الطيران من 15 إلى 16 ساعة في اليوم. الرجاء من المسافرين ربط حزام الإيمان والتقوى، وصلة الرحم والمحبة والتراحم، والحفاظ على الصلاة، وطي كل أشكال الحرام والشبهات، تجنبا للمطبات أثناء الرحلة، والتزام العبادات والأعمال الصالحة القيمة. تنويه مهم لحضرات المسافرين: هذه الرحلة لا بد أن تكون خالية من المعاصي والدخان والشبهات، تجنبا للمطبات أثناء الرحلة. قائد الرحلة: القرآن الكريم. ونتمنى لكم رحلة سعيدة موفقة مليئة بالصبر والتقوى، لكي تنالوا رضا الله سبحانه وتعالى. هو مع أروع رحلة في العمر وأكثرها قيمة، رحلة شهر رمضان المبارك. وكل عام وأنتم بألف خير. ليتك ذوق.